نشرة السابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. بعد أشهر من المعارك الطاحنة، القوات المسلحة اليمنية تسيطر على معسكر ماس في مأرب. قمة العشرين تعقد في الرياض على وقع دعوات دولية إلى مقاطعتها بسبب سجل الرياض في انتهاكات حقوق الإنسان. الرجوب للميادين، خطوة العودة إلى التنسيق مع الاحتلال هدفها استعادة أموالنا فقط. وزير الخارجية الأمريكي في الدوحة لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية وطالبان. أنقرة تقول إن القوات البرية التركية ستتوجه قريبا إلى أذربيجان. بعد أشهر من المعارك الطاحنة، تمكنت قوات صنعاء من السيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي، المدخل الشمالي لمدينة مأرب، سيطرة تمهد للسيطرة على المدينة وتمثل تحولا استراتيجيا كبيرا في مجرى الصراع. تقرير أحمد عبد الرحمن. حامية مأرب الغربية وأهم خطوطها الدفاعية وأكبر معسكرات التحالف السعودي في قبضة قوات صنعاء بعد معارك طاحنة مع قوات هادي والإصلاح والتحالف السعودي، تمكنت على إثرها من تطويق معسكر ماس الاستراتيجي في مديرية مدغل الجدعان شمال غرب مدينة مأرب قبل اقتحامه والسيطرة عليه. تحرير هذا المعسكر يعتبر تحرير المدينة وتحرير كل شبر في محافظة مأرب، والخط الدفاعي لمدينة محافظة مأرب. وما نشهده هذه الأيام، نشهد هروب المرتزقة والقادة حقهم، هروبهم من مدينة مأرب إلى شبوة وإلى سيئون. على مساحة صحراوية مترامية يقع المعسكر الاستراتيجي وعلى بعد 25 كيلومتر من المدينة، متوسطا ثلاث مديريات هي مدغل ومجزر ورغوان، ويشرف على طريق مأرب صنعاء. وبسقوطه تدخل مدينة مأرب دائرة السيطرة النارية لقوات صنعاء، ما يفتح الباب واسعا أمامها للتقدم نحوها من محوري صحراء الجدعان والطريق الذي يربطها بالعالم عاصمة. آخر ورقة في الدفاع عن مدينة مأرب هي تعتبر سقطت، كون أنه يعتبر معسكر ماس باللغة العسكرية تكتيكيا وعملياتيا بسقوطي تعتبر مأرب انتهت. السيطرة على معسكر ماس اختراق كبير لقوات صنعاء، ويسهل مهمتها في حسم معركة تحرير مأرب عبر التقدم إلى منطقة الدشوش والسيطرة على معسكري صحن الجن وتداوين ومقر وزارة الدفاع في حكومة هادي في البوابة الغربية للمدينة النفطية. تحول استراتيجي وتغير كبير في مسار المعركة سيقود إليه تحرير معسكر ماس، فبسقوطه يصبح سقوط مدينة مأرب وشيكا. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. حول التطورات العسكرية في مأرب معي مباشرة من صنعاء مراسل الميادين أحمد زبيبة. أحمد، نعم. الموقف العسكري بعد السيطرة على معسكر ماس. نعم، الآن الوضع في محافظة مأرب جنوب شمال شرق اليمن، هناك تكثيف للغارات الجوية للتحالف السعودي خلال الساعات القليلة الماضية من بعد ظهر اليوم. كان هناك أكثر من 15 غارة جوية للتحالف السعودي والتي استهدفت معسكر ماس الاستراتيجي وأيضا محيط هذا المعسكر. كان هناك أيضا غارة جوية للتحالف السعودي على مديرية مجزر المجاورة لمدغل الجدعان، وكان هناك بالترافق مع هذه الغارات الجوية مواجهات عنيفة بين الطرفين في منطقتي المخدرة والمشجح بمديرية فرواح غربا ومديرية الرحبة والجوبة وجبل مراد. كذلك هي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية من جهة وقوات هادي والتحالف أيضا حزب الإصلاح من جهة أخرى. هناك محاولات مكثفة للتحالف السعودي لاستعادة السيطرة على معسكر ماس عن طريق الغارات الجوية، ولا سيما أن قواتها على الأرض لم تفلح في التقدم أو استعادة السيطرة لمعسكر ماس الاستراتيجي. أعين القوات المسلحة اليمنية اليوم على
مدينة مأرب بعد سيطرتها على معسكر ماس الاستراتيجي. وما بعد معسكر ماس الاستراتيجي هناك مواجهات باتجاه منطقة الرويك، وهي على بعد 5 كيلومترات من معسكر ماس. الغارات الجوية يمكن أنها تعيق التقدم بشكل أسرع للقوات المسلحة اليمنية، ولكن بعد سقوط معسكر ماس هناك انهيارات كبرى في صفوف قوات هادي والتحالف السعودي، وتحديدا بعد سقوط مئات القتلى والجرحى والأسرى في صفوفهم. طيب أحمد، إذا ما سيطرت القوات على مأرب، هذا ماذا يعني بالنسبة للحرب في اليمن؟ أي تأثيرات لسقوط مأرب بين قوسين؟ هي وفق السلطة في صنعاء، سقوط مأرب هي تعتبر مرحلة أولية لتحرير بداية بالجزء الشمال الشرقي، وهي آخر معقل لقوات هادي والتحالف السعودي في الجزء الشمال الشرقي من اليمن، وهي مأرب بعد تحرير محافظة الجوف. هناك أيضا عمليات كبرى للقوات المسلحة اليمنية، وهي قد أعلنت عنها كذلك المجلس السياسي الأعلى، تحدث عن بداية تحرير الأراضي اليمنية من قوى الغزو والاحتلال. هناك عمليات ستتجه من مأرب شرقا إلى المحافظات المجاورة، إلى محافظات أبين، إلى شبوة، إلى حضرموت، إلى وكذلك إلى المحافظات الجنوبية الأخرى لتحريرها من الغزو، كما تحدثت السلطة في صنعاء، وأيضا القوات المسلحة اليمنية في بيانات سابقة، ولا سيما أن جميع الاتفاقات أو اللقاءات التي تتم مع المبعوث الأممي هي في النهاية تفشل نتيجة تدخل التحالف السعودي أو استمرار الغارات الجوية أو التصعيد العسكري المتواصل لقواته على الأرض. أحمد زبيبة مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من صنعاء، شكرا جزيلا. وزير السياحة في حكومة صنعاء أحمد العلي قال في اتصال مع الميادين أنه بعد أكثر من 6 سنوات من القتل والإجرام لم يعد أمام القوات المسلحة من خيار سوى استرداد الأرض بقوات السلاح. نستطيع التأكيد أن معسكر ماس ثقف فعليا بيد الرجال من الجيش واللجان الشعبية، وأن وسط مدينة مأرب بات قريب جدا من فوهات بنادق المجاهدين. هذا هو الإنجاز الذي يتحقق يوميا ونراه بعم عيوننا، ولا يمكن أن ينكره أحد. إضافة إلى أن ما يسمى بقوات تحالف العدوان قد بدأت انسحابها منذ وقت مبكر، تقريبا من خلال أسبوع أو 10 أيام هناك عمل وهناك سحب للكثير من المعدات العسكرية، الشاحنات والمجندرات وغيرها باتجاه الحدود. ما أهمية معسكر ماس وأين يقع وما الذي يعنيه سقوطه من يد قوات هادي والتحالف السعودي؟ بيسان طراف التفاصيل. أهلا بكم. سقط معسكر ماس الاستراتيجي في أيدي القوات المسلحة اليمنية بعد معارك مصيرية وطاحنة مع قوات هادي والإصلاح وحصار محكم للقوات المسلحة على المعسكر من كل الاتجاهات. تطور قد يفتح الطريق أمام الجيش اليمني واللجان الشعبية للتقدم باتجاه المدينة الغنية بالنفط وآخر معاقل حكومة الرئيس هادي في الشمال الشرقي لليمن، سواء من صحراء الجدعان أم من الخط الرئيسي الرابط بين العاصمة صنعاء ومأرب. مصادر يمنية أكدت للميادين سقوط مئات القتلى والجرحى والأسرى من قوات التحالف السعودي في أيدي قوات المسلحة اليمنية، فيما فرت قوات هادي في أعقاب سقوط المعسكر نحو صحراء الجدعان الممتدة من المدخل الغربي لمدينة مأرب إلى شرق الجوف. معسكر ماس يقع بين مديرتي مدغل ومجزر غربية محافظة مأرب، ويعد آخر خطوط الدفاع وأهمها عن مدينة مأرب. وبسقوطه منح قوات الجيش و
اليمني واللجان الشعبية هامشا واسعا للسيطرة على ما تبقى من المناطق الصحراوية المحيطة بالمدينة، والتقدم باتجاه منطقة الدشوش المطلة على معسكري صحن الجن وتداوين أحد أهم مقار قوات التحالف السعودي الإماراتي شمال غربي مأرب، إضافة طبعا إلى التقدم نحو وزارات ومعسكرات تابعة للتحالف ومنشآت نفطية وحيوية مع السيطرة على مساحة جغرافية كبيرة في صحراء الجدعان المحيطة بالمدينة، وتأمين القوات المتقدمة نحو مأرب من أي هجمات غادرة من الخلف أو أي التفاف عسكري للقوات المعادية. السيطرة على معسكر ماس الذي كان من أهم القواعد التي كانت تعتمدها قوات التحالف منطلقا لعدوانه على صنعاء، يعني سقوط الخط الإسفلتي الرابط بين العاصمة ومأرب ونقل المعركة إلى ما بعد نقطة الكسارة في اتجاه مأرب، ويعني أيضا التراجع عن تحرير مدينة مأرب وإعادتها إلى الجغرافيا الوطنية، كما إن تحريره يمثل ضربة قاسمة للتحالف السعودي وحلفائه في مساعيهم لتهديد صنعاء. كشف تحقيق لموقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي أن العديد من الشركات الفرنسية المتخصصة في التدريب العسكري تتولى تدريب جنود في الجيش السعودي، ولم تتوقف هذه الشركات عن ممارسة نشاطها منذ بدء التدخل العسكري في اليمن. وجاء في التقرير أن السعودية منذ بداية تدخلها العسكري في اليمن عام 2015 استخدمت الطائرات والمدرعات والسفن والصواريخ التي اقتنتها من فرنسا، ما أثار استنكارا متكررا من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. كما أشار التحقيق إلى أن الكثير من المدنيين في اليمن يعيشون تحت تهديد هذه الأسلحة المصنوعة في فرنسا. أعرب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن تفاؤله بالإجراءات والقرارات المتخذة في قمة العشرين لمواجهة كورونا، دعما لاقتصادات الدول مع العمل على تهيئة الظروف لتتمكن كل الدول من الحصول على لقاح لفيروس كورونا. وسنبتشر بالتقدم المحرز في هذه إيجاد لقاحات وعلاجات، إلى أن لأن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح للوصول إليها بشكل عاجل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب، وعلينا الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي وإعادة فتح اقتصاداتنا وحدود دولنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد. قمة دول العشرين انطلقت افتراضيا برئاسة السعودية وسط دعوات حقوقية لمقاطعتها على خلفية ملف حقوق الإنسان في المملكة، فأي صورة تنبثق عن القمة المنعقدة على الرغم من التنديد الواسع بها؟ تقرير مريم عثمان. أرادها محمد بن سلمان صاخبة لعلها ترمم صورته أمام الرأي العام الدولي، إلا أن سنوات التخطيط بددها فيروس كورونا وخطف منه الأضواء. باهتة تنطلق قمة العشرين الافتراضية في الرياض، قاعة مؤتمرات فارغة، صور جماعية افتراضية لقادة مجموعة العشرين، ولا صخب لصفقات جانبية، بل تعلو أصوات حقوقية تطالب بمقاطعة القمة. منظمة حقوقية عالمية أطلقت عليها اسم قمة العار بتعاون مع ذوي المعتقلين السياسيين في السجون السعودية، واتهمت الدول المشاركة بالاهتمام بصفقات الأسلحة أكثر من حقوق الإنسان وبإعطاء الضوء الأخضر للسعودية لمواصلة الانتهاكات اليومية بقمع النشطاء والمعارضين وقتل المدنيين في اليمن. صحف غربية كواشنطن بوست الأمريكية والغارديان البريطانية وزيد دويتش الألمانية عرضت إعلانات متزامنة تطالب بمقاطعة قمة العشرين بتنظيم من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في إشارة إلى أنه لا معنى لانعقاد هذه القمة مع استمرار السعودية باعتقال المفكرين والنشطاء السعوديين. بالتوازي أطلق محامون بريطانيون دعوات لمقاطعة القمة، رافضين أن تساهم المملكة المتحدة في منح الشرعية لسلوك النظام السعودي.
حملات مقاطعة القمة تعود لأشهر مضت مطالبة البرلمانيين الأوروبيين لمسؤولي الاتحاد الأوروبي كانت حثيثة للمقاطعة. ردت عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بأن القمة ليست حدثا ثنائيا بل هي متعددة الأطراف، وأن الاتحاد يتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وأن الاتحاد يتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية فكيف ستكون أجواء القمة المنعقدة في ظل التنديد الواسع؟ وهل ستنجح الرياض في تحسين صورتها على الساحة الدولية عبر القمة كما يأمل ولي عهدها؟ رأى رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الواقع الاقتصادي العالمي اليوم لم يشهد له مثيل منذ الكساد الكبير في بدايات القرن الماضي. بوتين خلال كلمة له في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين أكد أن المشاكل التي مر بها العالم خلال العام الحالي إلى جانب جائحة كورونا والإغلاق الشامل أدت إلى بداية أزمة اقتصادية تعد الأكبر منذ عقود. قال أمين سر اللجنة المركزية في حركة فتح جبريل الرجوب في لقاء مع الميادين إن نقطة الالتقاء بين فتح وحماس كانت قريبة في اجتماع القاهرة. إنه هذا حوار فلسطيني فلسطيني، وهذا الحوار يجب أن يرتكز على أساس سياسي ونضالي له علاقة بالدولة الفلسطينية وله علاقة بالمقاومة الشعبية كخيار أنسب في ظل الظروف والتحديات اللي إحنا بنعيشها تحت هذا الاحتلال وفي ظل الانهيار الرسمي العربي الموجود. أنا بعتقد بأنه اجتماع القاهرة كان جيد والمسافات بلا شك أنها واسعة، ولكن أعتقد أننا اقتربنا من نقطة التقاطع ونقطة اللقاء، والحوار ما زال مستمرا بيننا وسيستمر بروح إيجابية. وعن استعادة التنسيق الأمني قال الرجوب للميادين أن ذلك خطوة تكتيكية لا استراتيجية لدى السلطة الفلسطينية. الآن الخطوة الأخيرة أنا آمل أن لا تحملوها أكثر مما تحتمل. هذه خطوة إلها علاقة باستعادة فلوسنا، وإحنا علاقتنا مع هاي الحكومة الفاشية واللي حتى هذه اللحظة لا تعترف بحقوقنا ولا تعترف بقرارات الشرعية الدولية وتسعى إلى تصفية قضيتنا. ومن رام الله ينضم إلينا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي. دكتور حياك الله، بداية لا تحمل الخطوة ما لا تحتمل أو أكثر مما تحتمل، تتفق مع هذا التوصيف الذي سمعناه من اللواء رجوب قبل قليل؟ لا، مع احترامي للرأي طبعا لا أستطيع أن أتفق، لأنه بصراحة الخطوة جاءت مفاجئة وأذهلت الكثيرين، خاصة أن الإعلان عن عودة التنسيق الأمني وليس فقط المدني جاء في ظل توسع استيطاني إسرائيلي غير مسبوق، وصل إلى حوالي 7,000 وحدة استيطانية جديدة تغير كل معالم الضفة الغربية. ثانيا جرى في ظل زيارات التطبيع التي طبعا سمعتم بها لإسرائيل، وجاء بعد أن كان هناك توافق فلسطيني على التحلل من الاتفاقات. الحجة التي قدمت لإعادة التنسيق الأمني أن إسرائيل تعهدت بالالتزام بالاتفاقيات، ولكن نحن توافقنا جميع القوى الفلسطينية على التحلل من الاتفاقيات، وتوافقنا بما في ذلك قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني على رفض التنسيق الأمني وإلغائه. عودة التنسيق الأمني بهذا الشكل للأسف ستضعف وستضر بأهم شيء نحاول أن نعمله وهو المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية. طيب باعتقادك دكتور هذه الخطوة لها علاقة مباشرة، وهذا ما نفاه اللواء رجوب في لقائه مع الميادين أمس، بفوز جو بايدن المرشح الديمقراطي في للرئاسة الأمريكية، هل تعتقد أن هذه الخطوة لها ارتباط مباشر بذلك؟
يبدو أن الأمر كذلك، يبدو أن هناك أولا هناك حديث عن اتصالات صدرت عن أكثر من مسؤول فلسطيني، أن هناك تواصل واتصالات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية الجديدة. وأنا أعتقد أن هناك مبالغة في المراهنة على بايدن. أولا ما قام به ترامب وبومبيو في الأيام الأخيرة، بما في ذلك زيارة بومبيو لمستعمرة في قلب الضفة الغربية وللجولان المحتل، هذا كله محاولة لرمي عقبات أمام بايدن لا يستطيع تراجع عنها. نحن لم نسمع من بايدن إدانة لذلك، ولم نسمع إدانة للاستعمار الاستيطاني، ولم نسمع تعهدا بالضغط على إسرائيل لوقف الاستعمار الاستيطاني. باختصار هناك رؤى مختلفة، وأنا باعتقادي أن رؤية العودة إلى المفاوضات مرة أخرى هي ببساطة انتقال من الضم الفوري والمباشر الذي كان يمكن أن يحدث في عهد ترامب إلى ضم تدريجي عبر الاستعمار الاستيطاني. وفي نهاية المطاف ما أريد أن أشدد عليه وهذا ما سمعناه من بعض المسؤولين، القول بأنه صفقة القرن انتهت. صفقة القرن لم تنتهي، صفقة القرن هي مشروع إسرائيلي غلف بغلاف أمريكي، والآن ما تقوم به إسرائيل هي ستحاول أن تدخل عناصر صفقة القرن من شباب بايدن بعد أن خرجت من باب ترامب. طيب دكتور، الرئيس أبو مازن في بيان صدر عنه أكد على أنه مسألة المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية والموقف الفلسطيني الموحد والحوارات التي جرت مع الفصائل الفلسطينية والقوى يعني مسألة استراتيجية لن نتخلى عنها ومستمرين فيها. لكن بالمقابل دكتور مصطفى، هل تعتقد بأنه قد يدير الرئيس أبو مازن ظهره لهذا المسار إذا ما كان هناك مؤشرات إيجابية للإدارة الأمريكية الجديدة على بدء تفاوض جديد بعيدا عن شروط الخشنة دعنا نقول أو الإجراءات الخشنة التي اتخذتها إدارة ترامب؟ التصريحات جيدة، ولكن المهم التطبيق العملي. أنا برأيي أنه المسألة الرئيسية هنا هل هناك استعداد لتبني استراتيجية وطنية بديلة لما فشل في السابق أو لا؟ والأمر الثاني كيف يمكن أن تتحقق الوحدة الوطنية؟ بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون هناك استراتيجية موحدة يتفق عليها الجميع في إدارة العمل السياسي والكفاحي. والشرط الثاني أن يكون هناك شراكة في عملية صنع القرار. جميع القوى استغربت القرار وعارضت حتى تلك المشاركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحتى في الحكومة الفلسطينية. فبالتالي إذا بدنا نتحدث عن وحدة فلا بد أن يكون هناك شراكة. والعنصر الرابع الثالث إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الخيار الديمقراطي، سواء نتحدث عن انتخابات في الأراضي المحتلة أو انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. إنما في نهاية المطاف ما أريد أن أشدد عليه، لا يجب أن يكون هناك أوهام بشأن ما تريده إسرائيل. إسرائيل بصفقة القرن وبسياسة نتنياهو وبإعلانه أنه سيضم الضفة الغربية ولم يتراجع عن ذلك، ترسل رسالة واحدة للفلسطينيين: لا حل وسط معكم، ولن يكون حل وسط، ولن يكون هناك مفاوضات ذات قيمة ما لم نغير ميزان القوى. لذلك التركيز برأيي أنا مش لازم يكون على المناورات الدبلوماسية، وإنما على العوامل التي تعزز قدرتنا وتغير ميزان القوى لصالحنا عبر أولا الوحدة الوطنية. طيب هنا دكتور، سمعنا من قوى فلسطينية يعني بالتصريح العلني أو حتى من خلال يعني قنوات بعيدة عن التصريح الإعلامي بأنه ما جرى خلال الفترة الماضية من حوارات في إسطنبول، في الدوحة، في القاهرة، في دمشق أيضا جرت، في بيروت، أنه هذا قالوا يعني هذه الفصائل تقول اليوم أننا خدعنا. بعض القوى تقول أنه هذا كان تكتيك لكسب الوقت إلى حين نتائج الانتخابات الأمريكية. هل من السهل بتقديرك دكتور العودة إلى مسار الحوار الفلسطيني، العودة إلى استراتيجية رأب الصدع الفلسطيني وكما كانت سابقا، أم المسألة أصبحت يعني مستعصية؟ أولا أنا لست مع توجيه اتهامات في الحقيقة، ولكن هناك تساؤلات. مثلا يعني قيل في مبرر إعادة التنسيق الأمني
إنه إسرائيل يعني تراجعت عن شروطها، لم تتراجع عن شيء، بالعكس نحن نرى ضغوط أكبر لفرض قيود على الأسرى، على مخصصات الأسرى والشهداء. لم تتراجع إسرائيل عن اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية، وهي أموال الضرائب الفلسطينية التي يدفعها الفلسطينيون من عرق جبينهم، اقتطاع مخصصات الأسرى واقتطاع أموال من أموال شعبنا لتدفع للعملاء حسب قرارات محاكم الاحتلال. هذا لم تتراجع عنه إسرائيل. بدون شك أنه القاعدة التي نشأ عليها الوفاق الوطني واجتماع الأمناء العامين وقراراته كانت التصدي لصفقة القرن والتصدي لإسرائيل والتصدي لكل المخططات الجارية ضدنا. طبعا هذا الأمر تأثر، لأنه كيف يمكن أن نسير في مسار الوحدة الوطنية واستراتيجية بديلة ويبقى التنسيق الأمني؟ أنا شخصيا ضد فكرة التنسيق الأمني من أساسه، لأنه لا يمكن أن يطالب شعب تحت الاحتلال بأن يتعاون أمنيا مع الذين يحتلونه ويحميهم، وفي وقت لا يستطيع أن يحمي شعبه من اعتداءاتهم واعتداءات المستوطنين الجارية على قدم وساق. الاعتقالات لم تتوقف، الاستيطان يستمر في التوسع. أنا باعتقادي، وهي نصيحة أخوية، أنه الأفضل التراجع عن هذا القرار وإيجاد وسيلة أساسية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. طيب على دكتور، أسس بالمقابل نعم بالمقابل كانت تجري حوارات مصالحة وحوارات بين فتح وقوى فلسطينية في ظل التنسيق الأمني، يعني قبل أن تقطع السلطة علاقتها بإسرائيل كان هناك حوارات جرت بين فتح وحماس، بين فتح وقوى فلسطينية أخرى، وبالتالي كان الحوار ممكنا في ظل التنسيق الأمني. الآن لماذا بات صعبا؟ أنا لم أقل أن الحوار، لم أقل أن الحوار مستحيل أو أنه ممكن، أنه مش ممكن يستأنف، لا ما قلت ذلك. ولكن المهم مش بس الحوار، المهم النتيجة، المهم أن نصل إلى نتيجة. في مفصل حاسم هنا. هذا المفصل هو هل نعود للمراهنة على المفاوضات وتصبح عملية السلام بديل للسلام والمفاوضات بديل لحل، وفي نفس الوقت تستخدم إسرائيل المفاوضات كغطاء للتوسع الاستيطاني، أم نتبنى نهجا كفاحيا مقاوما لتغيير ميزان القوى بيننا وبين إسرائيل، لتغيير ميزان القوى بيننا وبين الاحتلال، لتصعيد نظامنا ضد نظام الأبرتايد العنصري، واستخدام كل الوسائل، المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل التي يهاجمها الآن بومبيو وغيره. هناك نهجان. أنا لكي تتكون الوحدة الوطنية لابد من التوافق على نهج مشترك وموحد. الحوار يمكن أن يستمر وهو مستمر أصلا، لم يتوقف، ولكن المهم هل ستكون له نتيجة أم لا. في شيء يعني لاحظه الناس، طبعا كلما تقدم موعد الانتخابات الأمريكية، كلما اقترب، كان قطار المصالحة حتى توقف تماما. نعم. وهذا طبعا ليس أمر مباشر. دكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من رام الله، شكرا جزيلا لك. تهجم ناشطين من حزب الليكود على عائلة قتل ابنها خلال حرب تموز في لبنان لمعارضتها نتنياهو بقوة، أثار ضجة في إسرائيل وأجج المخاوف من سقوط آخر المحرمات في أوج الصراع السياسي العنيف بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه. هذا تقرير لهاني فحص. ليس جديدا السجال العنيف والمنفلت العقال في الشارع الإسرائيلي بين مؤيدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومعارضيه، لكن الجديد هو أن يمس هذا السجال بأحد المقدسات المتمثلة بقتل الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم الذين طالما أبعدوا عن الصراعات الداخلية. شريط الفيديو الذي أظهر نشطاء من حزب الليكود يشتمون عائلة قتل ابنها في لبنان من جراء إسقاط مروحيته خلال حرب تموز 2006، لأنها تستضيف في منزلها متظاهرين ضد نتنياهو، مثل برأي مراقبين نقطة عار جديدة في تاريخ تفكك المجتمع الإسرائيلي. في هذه المسألة التي تتعلق بالعائلات الثكلى أريد أن أقول وبصوت مرتفع، هذا قدس الأقداس، يجب ألا يصل التدهور إلى هذا الحضيض في أي سجال سياسي. وفيما أظهرت هذه الحادثة برأي مراقبين عمق الشرخ الإسرائيلي الداخلي وخطاب الكراهية الذي وصل إلى حضيض غير مسبوق
رأى آخرون أن خطورة ما حصل أنه جرى بتغطية وغض طرف من قبل المستوى السياسي الرسمي، بالرغم من بيانات الإدانة المخففة التي صدرت عن نتنياهو وحزبه الليكود. هذه المجموعة لا تعمل من فراغ، هناك من يقدم لهم الغطاء، فهناك من يستضيفهم في المكتب كوزير الأمن الداخلي، وهناك من يمسك بيدهم في مقر رئيس الحكومة في شارع بلفور. والأخطر وفقا لمعلقين هو التعليق الرمادي لرئيس هيئة الأركان العامة الفريق أفيف كوخافي وعدم إدانته لنشطاء حزب الليكود، واكتفاؤه بالمطالبة بإبقاء قتل الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم بمنأى عن الصراعات الداخلية. فاصل، نتابع بعده السابعة. مجددا حياكم الله. يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في قطر وفد حركة طالبان إلى المفاوضات مع الحكومة الأفغانية وسط مؤشرات على إحراز تقدم في محادثاتهما. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن بومبيو سيلتقي خلال زيارته الدوحة أمير قطر ووزير خارجيته. قتل 8 مدنيين وجرح أكثر من 30 بعد قصف تعرضت له مناطق في العاصمة الأفغانية وفق ما أفادت به الداخلية الأفغانية. وفيما نفت حركة طالبان مسؤولية عن الهجوم، دعت السفارة الأمريكية رعاياها إلى تجنب السفر إلى أفغانستان نتيجة ما وصفته بالوضع غير المستقر إلى أبعد حد عقب انفجارين وقصف صاروخي للعاصمة كابول. نقل موقع عرب نيوز السعودي عن عدد من المسؤولين أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري توفي في أفغانستان لأسباب طبيعية على الأرجح وفق تعبير الموقع. الموقع نقل عن 4 مصادر أمنية في باكستان وأفغانستان تأكيدها الخبر، ولفتت إلى أن حدثا كهذا قد يخلق فراغا عميقا في قيادة القاعدة، ولا سيما بعد مقتل 2 من كبار قادتها كانا مرشحين لخلافته. كشفت وثائق عسكرية أمريكية رفعت السرية عنها أخيرا عن خيانة زعيم تنظيم داعش أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى لرفاقه. الوثائق تشير إلى أن الخليفة الجديد لتنظيم داعش أفشى معلومات عن العشرات من أعضاء التنظيم أثناء احتجازه في سجن تديره الولايات المتحدة جنوب العراق عام 2008. هذا التقرير لحسن شراره. أواخر العام الماضي ومع نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر، نصب محمد سعيد عبد الرحمن المولى زعيما لتنظيم داعش خلفا لأبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أمريكية. صعد المولى إلى قمة قيادة التنظيم، لكن ما خفي سابقا يكشف اليوم، وفحواه أن الأخير كان سببا في تفكيك صفوف تنظيم القاعدة في العراق بعدما كان جزءا منه. هي ملفات كشف عنها مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت قبل شهرين، إلا أنها برزت مجددا بعدما ضاعت في ضجة الانتخابات الأمريكية وانتشار جائحة كورونا، تقول وسائل إعلام أمريكية. زعيم تنظيم داعش الملقب بأبو إبراهيم القرشي وخلال فترة اعتقاله عام 2008 في سجن أمريكي في العراق أفشى بأسرار تنظيم القاعدة بين عمليات وأسماء شخصيات مختلفة من قادة كبار، سلم أوصافهم وأرقام هواتفهم وتسلسلهم القيادي خلال التحقيقات معه. بعدما لقب القرشي بالبروفيسور أو المدمر، تصفه مجلة فورين بوليسي الأمريكية بالمنافق والخائن لما كشفته الوثائق المسربة عن قبوله التعاون مع محققي أجهزة الاستخبارات الأمريكية وإرشاده إلى 88 من عناصر القاعدة بكافة تفاصيلهم المدنية والعسكرية. تبين لاحقا أن شخصيات بعضهم حقيقية وكان مصيرهم السجن أو الموت بسبب اعترافاته. بقي 4 منهم في السجن حتى أواخر العام 2016. كان القرشي حينها كنز معلومات قاد القوات الأمريكية إلى تعقب أتباعه، ومع إنكاره التهم التي وجهت إليه أمر بعد سنوات من اعترافاته بقتل عدد لا يحصى من الأشخاص لعدم ولائهم المفترض، وذلك خلال صعوده إلى منصب الخليفة الجديد.
تقول التقارير الأمريكية. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال أن الجيش التركي سيتوجه قريبا إلى أذربيجان. وكالة أنباء الأناضول نقلت عن أكار قوله أن القوات البرية التركية أكملت استعداداتها للتوجه إلى أذربيجان في المستقبل القريب لأداء واجبها. يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل طرح مبادرة سياسية واقتصادية على رئيس الجمهورية قيس سعيد في مسعى منه لإطلاق حوار بين الفرقاء السياسيين لإيجاد حل للأزمة التي تردت فيها البلاد. تقرير عماد شطارة. هناك مبادرة اللي فيها توجهات الاقتصادية والاجتماعية وما هو سياسي كذلك. أمام أزمة غير مسبوقة في تاريخ البلاد يطرح الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة لإطلاق حوار بين الأفرقاء السياسيين تحت سقف رئاسة الجمهورية، مبادرة من شأنها أن تخمد نار الخلافات السياسية وتوضح الرؤية للمستقبل بما يحد من مناخ الاحتقان الاجتماعي ويضع حدا لنزيف الوضع الاقتصادي. نحن نشجع كل مبادرات تحت خيمة الرئيس ونحن نشارك فيها أكيد. نحن نعتبر أن هناك خط ثالث في هذا البلد وليس في ثنائية القديم والإسلام السياسي. مبادرة قبل أن يطرحها الاتحاد بشكل فعلي ويحدد بوضوح أهدافها وسقفها الزمني، أوضحت رئاسة الجمهورية أن لا مكان فيها للفاسدين، ما اعتبر في الكواليس إقصاء مسبقا لحزب قلب تونس الحليف السياسي للنهضة التي لا تقبل الدخول في حوار تلتقي فيه على طاولة واحدة مع غريمها السياسي الدستوري الحر. العلاقة بين الرؤساء الثلاث ليست على ما يرام، العلاقة بين الأحزاب وحتى بين مكونات المجتمع المدني ليست أيضا على ما يرام، باعتبار هذا ربما العراق وهذا السباب بينها، إلى جانب بطبيعة المناخ الاجتماعي. وبالتالي المراهنة أو الدفع بقوة نحو جمع هؤلاء الفرقاء حول نفس الطاولة أعتقد أنه قد يحصل شكلا، لكن المضمون والمخرجات لن تكون في مستوى التحديات. استدعاء تجربة نجاح الحوار الوطني يرى فيها الاتحاد العام التونسي للشغل سبيلا لحلحلة أزمة البلاد الراهنة، أزمة هي أقرب بحسب مراقبين لصراع بين أفرقاء سياسيين على الإمساك بدفة قيادة سفينة تغرق. إلى خيمة رئاسة الجمهورية تتجه الأنظار في الأيام المقبلة متطلعة للوقوف على مدى قدرة الرئيس قيس سعيد على جمع الأفرقاء على تغليب المصلحة الوطنية وإطلاق مسار جديد لإنقاذ البلاد. عماد شطارة، تونس، الميادين. دعا المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في صنعاء لمناسبة اليوم العالمي للطفولة، دعا الأمم المتحدة إلى إعادة إدراج اسم السعودية ودول التحالف في قائمة قتلة الأطفال. كما دعت صنعاء الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في المشاريع والاحتياجات التي يتطلبها الأطفال في اليمن في المجالات الصحية والتعليمية وغيرها. تقرير أحمد زبيبة. 3500 شهيد من أطفال اليمن و4000 جريح منهم هي قائمة ضحايا حرب التحالف السعودي بحق الأطفال خلال 6 سنوات من الحرب. صنعاء تضع هذه الحصيلة من الجرائم على طاولة الأمم المتحدة التي تحتفل بيوم الطفل العالمي من دون أن تلتفت إلى أطفال اليمن. كغيرنا من دول العالم نحيي هذا اليوم لنوصل رسالة أكثر من 4000 جريح من الأطفال الذين استهدفوا بشكل مباشر فأصيب أغلبهم بإعاقات دائمة، وقبلهم أكثر من 3500 شهيد. نحاول أن نوصل صوت أكثر من 2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. صمت الأمم المتحدة بحق ما يحدث لأطفال اليمن من انتهاكات متواصلة جريمة حرب شعار تطلقه صنعاء في يوم الطفل العالمي، وتوجهه إلى الأمم المتحدة وموقفها من الجرائم التي انتهكت حقوقهم في التعليم والحياة والعيش الكريم. الطفل اليمني يرسل رسالة تحت شعار صمتكم جريمة حرب، أين أنتم من تلك الحقوق والحريات التي لطالما كتبتوها على أوراقكم؟ أنا هنا الطفل اليمني لا أرى من تلك الاتفاقيات واتفاقية حقوق الطفل التي قدمتموها، لا أرى منها سوى الانتهاكات الواضحة.
اليوم العالمي للطفل يأتي والأمم المتحدة عملت على شطب اسم السعودية من القائمة السوداء لقتلة الأطفال، حتى أنها أوقفت مساعداتها لقطاعات صحية منقذة للأطفال بحجة توقف الدعم. دعوة يمنية في اليوم العالمي للطفولة بضرورة التحرك الدولي العاجل لإيقاف الحرب ووقف الحصار ليأمن أطفال اليمن وليجدوا الرعاية الصحية والإنسانية والتعليمية أسوة بجميع أطفال العالم. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. تركز إيران على تعزيز مراكزها الصناعية والعلمية أو ما يعرف هناك بالحدائق المعرفية، ففي طهران تمكن الكثير من الشركات المحلية من إفشال العقوبات الأمريكية عبر تأمين ما تحتاج إليه البلاد من لوازم طبية كانت قد فقدت من الأسواق بسبب العقوبات. تقرير مالك عابدة. حتى عظام الإيرانيين المكسورة لم ترحمها العقوبات الأمريكية، فشراء غرسات التيتانيوم اللازمة لإنقاذ حياة شخص ما بات أمرا مستحيلا في إيران بعد العقوبات، ولكن ليس بعد اليوم يقول السيد محمد لو، فشركته باتت تنتج ما كان يستورد من الغرسات الطبية وبأسعار أقل بنحو 20 مرة. نغطي اليوم نحو 65% من احتياجات البلاد من غرسات التيتانيوم. منتجاتنا ذات كفاءة عالية، ولهذا نصدرها لبعض البلدان في أوروبا والمنطقة. العقوبات لن تهزمنا أبدا، فنحن نتوجه إلى صناعة فقرات للظهر وغرسات قابلة للالتئام مع الجسم. هذا المختبر ليس عاديا، فهنا تجرى أهم البحوث المتعلقة بإنتاج المتممات الغذائية من البكتيريا الحية أو ما يعرف طبيا بالخمائر. المسؤولون هنا أعربوا لنا عن ارتياحهم لما وصلوا إليه من تقدم في هذه العلوم رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية. ننتج هنا نحو 50 صنفا من البروبيوتيك البشري. هذه أول مرة في إيران تنتج فيها هذه المعززات الحيوية، فهي مهمة لأنها تساعد جسم الإنسان وتقوي مناعته. يمكن القول أننا قد وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. في حديقة بارديس المعرفية نحو 300 شركة علمية وصناعية منتجة، يقول القائمون عليها إن الحديقة أشبه بخلية نحل يتساعد أعضاؤها لتلبية احتياجاتهم وفك ارتهان أي منهم للشركات الأجنبية. نأمل من خلال هذه الحدائق أن نتغلب على المصاعب التي أوجدتها العقوبات. حديقة بارديس في طهران أكبر حديقة معرفية في البلاد من ضمن 50 حديقة أخرى، وسنواصل تطوير وتوسيع هذه الحدائق لنصل إلى ما نصب إليه. ينظر الإيرانيون إلى هذا المكان باهتمام بالغ، فهم يعتبرونه مركز الاقتصاد المعرفي لطهران من جهة، والنواة لمدينة علمية صناعية قد تكون الأكبر في الشرق الأوسط. ملك عابدة، طهران، الميادين. تحظى أول مدرسة عسكرية للفتيات في باكستان وتضم 370 فتاة باهتمام كبير بسبب دورها المهم في التأثير على المجتمع الباكستاني وخصوصا في مناطق القبائل. تقرير بكر يونس. بقلوب مفعمة بالحيوية والنشاط وحب الفداء للوطن، تبدأ هؤلاء الفتيات صباحهن في أول مدرسة وكلية عسكرية خاصة للفتيات في باكستان وجنوب شرق آسيا. الفتيات هنا يحصلن على تعليم خاص عبر مناهج عسكرية مميزة تحوي نظاما صارما وجدية والتزاما بالتطابق مع مواصفات عسكرية عالية المستوى. نحن نعمل على رؤية تجعل من هؤلاء الفتيات قادرات على حمل مختلف المسؤوليات ومواجهة التحديات في المستقبل، وأيضا على أن يكون ضمن الجيش وأن يقودن الأمة بنحو واقعي. الفتيات أتينا من مختلف المناطق الباكستانية، إضافة إلى وجود منتسبات من دول عربية وأوروبية، فالمستوى التعليمي الخاص الذي يتلقينه جذب الكثير من الأنظار ودفع بدول مختلفة إلى إرسال فتياتهن إلى هذه المدرسة الخاصة ليحصلن على خبرات علمية وعسكرية ذات تأهيل مميز
ولا سيما أن الإشراف على التعليم هنا تتابعه قيادة الجيش الباكستاني. من صغري كنت أحب الجيش كثير، وأنا جيت هنا علشان كده أروح الجيش لما أخلص من هنا. أنا في المستقبل أبغى أصير يعني طيارة عسكرية. التدريبات القتالية تستمر 5 سنوات من الدراسة والتدريب العسكري، وتتضمن المواجهة المباشرة وتدريبات رياضية في مختلف الألعاب الجماعية، ما ينمي المهارات الحركية والتواصل المشترك بين أعضاء المجموعات النظامية بهدف إحداث تغيير أساسي في المهمات الأساسية لدور المرأة الباكستانية مستقبلا، حيث يجري فرزهن على وحدات الجيش الباكستاني. المدرسة العسكرية للفتيات تساهم في تنمية قدرات المرأة الباكستانية وصقلها، وعلى رأسها القدرة على التحمل ومواجهة مختلف التحديات. بكر يونس مردان، الميادين. 85 عاما تكلل رأس سيدة فيروز، وهي التي رصعت تاج الأغنية العربية بجواهر صوتها الفريد وأغنياتها التي تحولت إلى زاد يوميا في صباحات العرب ومساءاتهم. تقرير حسن عبد الله. يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لكلماتي اصغي يا رب. لم تستطع السيدة فيروز إلا الخروج عن صمتها حين أحست بوطأة الوباء على أهل بلدها ووطنها العربي الكبير، فخاطبت الله بالدعاء والصلاة لتخليص الناس مما يرزحون تحته من أزمات وهموم. فيروز الواقعة في ضمير ووجدان ملايين المحبين والمتابعين من عرب وأجانب، تضع قدمها في السنة 86 من عمرها متجلية وموفورة الصحة الجسدية والنفسية، خلافاً لكل الشائعات والأقاويل التي تناولتها في فترات متلاحقة السنة الماضية، منها ما استهدف النيل من موقعها ودورها، ومنها ما تلفظت به ألسنة السوء لأغراض وحسابات شخصية. حين زارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكرماً سيدة الغناء المشرقية بوسام جوقة الشرف من رتبة كوماندور، وهي في موقعها اللبناني المقدر تحظى بمرتبة شرفية في العواصم العربية، ولسيما في فلسطين وسوريا والعراق، امتدادا إلى عواصم المغرب العربي. يا زهرة المدائن يا قدس. وينظر العرب إلى فيروز كواحدة من أيقونات التراث الغنائي العربي، ويكرمونها ويتابعون كل شاردة وواردة عنها باهتمام. ففيروز كرست صوتها لقضية القدس وحواضر العرب، وغنتها انطلاقا من التزامها العربي المتين وثقافتها الرحبة جنبا إلى جنب مع الأخوين رحباني. صحيح أن فيروز توقفت عن الغناء منذ سنوات بالرغم من معلومات عن إمكانية الإعداد لصدور أغنيات جديدة لها، وصحيح أنها ابتعدت عن الأضواء وعامة الناس، إلا أن المقربين منها يرجعون ذلك إلى طبيعة الشخصية الفيروزية البعيدة عن الاستعراض والشعبوية، ولقرارها الانكفاء على نفسها للتأمل والحوار الداخلي، من دون أن يعني ذلك أن السيدة الثمانينية لا تهتم بما يجري في بلدها والعالم. يومياتها تلتصق بهموم الناس، وهي تتابع كل شاردة وواردة فيما يخص الأزمة العاصفة التي يعيشها اللبنانيون. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. بعد أشهر من المعارك الطاحنة، القوات المسلحة اليمنية تسيطر على معسكر ماس في مأرب. قمة 20 تعقد في الرياض على وقع دعوات دولية إلى مقاطعتها بسبب سجل الرياض في انتهاكات حقوق الإنسان. الرجوب للميادين، خطوة العودة إلى التنسيق مع الاحتلال هدفها استعادة أموالنا فقط. وزير الخارجية الأمريكي في الدوحة لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية وطالبان.
أنقرة تقول إن القوات البرية التركية ستتوجه قريبا إلى أذربيجان. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الإنترنت المدين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.